وما في الأرض وحزبوا ما في أنفسكم أقول حازكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الرسول بما أرسل إليه ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا بكسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفر على قوم الكافرين. صدق الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما أمين. واجعل تفرقنا منه سالما ومن الشر معصوما أمين. اللهم لا اجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما أمين. اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا أمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا أمين. اللهم ارحمنا بالمرحوم فينا أمين. ربنا ظلمنا أنفسنا أمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أمين. اللهم آت نفوسنا تقواها أمين. زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان آمين. والرخاء والاطمئنان آمين. يا واحد يا ديان سيدنا الفقهاء الله يعشر الخطوات بالحسنات الجميع آمين. اللهم اكتب لنا الحسنات آمين. وارفع لنا الدرجات وامح عنا السيئات آمين. اللهم اجمع بيننا في كل خير آمين. اللهم انزع كيد الشيطان من بيننا آمين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين آمين. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين مقبائل جميعا آمين. والناس اللي تعاونوا وكانوا سبب في الجمع المبارك آمين. والناس اللي بالذل الغالي والنفيس آمين. والناس اللي نفقوا الأموال ديالهم كذلك الناس اللي ساعدوا في البناء ديال هاد الخيام وساعدوا هاد الناس آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع آمين. اللهم بارك في صحتهم آمين. اللهم بارك في أبصارهم آمين. اللهم بارك في أسماعهم آمين. اللهم بارك في إيمانهم آمين. اللهم زينه في قلوبهم وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان يا واحد يا ديان. كذلك سيد البرلمان العمود اللهم بارك فيه اللهم بارك في أسرته وبارك في صحته اللهم بارك في قوته وطاقته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك الناس المنفقين جميعا الله ينفق علينا وعليكم من خزائنه اللهم افتح علينا وعليكم بركات من السماء والأرض. كذلك النعمة ديال الماء اللهم اجعلها نعمة دائمة اللهم متعنا بوجودها ومتعنا ببقائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك الحضور جميعا كذلك الحاج الحجيج اللهم بارك في حجه والحجاج جميعا والحجاج جميعا اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا. هذا الحاج اللهم اغفر له الذنوب اللهم اجعله في قبره من المرحومين اللهم اجعله من الفائزين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك الناس القبيلة جميعا الله يجمعنا ويجمعكم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله ينزع كيد الشيطان من بيننا جميعا ومن بينكم اللهم اجعلنا إخوانا وعلى دينك أعوانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك هذه العين الله يمتعنا ويمتعكم بالوجود ديالها الله يجعلها زيادة في الخيرات وزيادة في المسرات وزيادة في البركات اللهم اجعلها لنا زيادة في الطاعات اللهم ارزقنا الشكر على نعمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك الناس ديال الزلزال جميعا اللي توفاوا في هذا الحدث وهذا الحادث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبهم وأن يستر عيوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الأحياء والمرضى أن يشافيهم ويعافيهم والأحياء جميعا ديالهم الله يرزقهم الصبر والسلوان. كذلك سيادنا الفقهاء نزيدكم الله يزيدكم خير على خير اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور جلالة الملك اللهم انصره ولا تنصر عليه اللهم احفظه في ولي عهده واحفظه في أخيه وسائر الأسرة العلوية الشريفة
خليفة، إنك على ما تشاء قدير وبإجابة جدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم كن لنا ولوطننا، اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والرخاء والاطمئنان، اللهم أمن هذا الوطن، اللهم متعنا بهذه النعمة نعمة الأمن، اللهم أمن لنا الحدود واملأ لنا السدود واحفظ لنا الجنود بجاهك وقوتك يا عزيز يا ودود. وسيدي اجمع جميع المسورة وسيدي ربي هذه هي الآيات المباركات نغرانين غرازي الذكر الحكيم الأمداح النبوية الشريفة ربي ترحم في الموتى الزلزال. اللهم يا رب ارحمهم برحمتك، غدر ربي سيدي يا رب ارحم صرحهم، اللهم يا رب اغفر ذنوبهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم يا رب رطب ما تحتهم وخفف ما فوقهم، واجعلوا عن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا. اللهم يا رب جزاهم الحسنات إحسانا وبالسيئات محوا وغفرانا. النساء اللواتي يعني أعددنا هذا الطعام، اللهم يا رب طيب أخلاقهن، اللهم يا رب باعد بينهن وبين جهنم، اللهم يا رب اغفر ذنوبهن واستر عيوبهن، واجعلهم يا رب من القانتات، اللهم اجعلهن من القانتات، واجعلهن من الخاشعات، واجعلهن من الذاكرات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فقهاء الذين جاءوا إلى هذا المجمع المبارك من كل حدب وخوف وشرفوا هذا المجلس، اللهم يا بشرفهم بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم تذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا يا مولانا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان والأمان، وزينوا في قلوبنا، وكره إليكنا الكفر والفسوق والعصيان. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، نزيده دعاءنا، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه الشنابة، واحفظه اللهم في ولي عهده وأمين سره صاحب السمو الملكي الأمين الجليل مولاي الحسن، وأنبته يا ربنا النبات الحسن، كذلك اللهم شد أزره بولي عهده وأمين سره صاحب السمو الملكي الأمين مولاي الحسن، وزيه يا ربنا بكل خلق حسن، كذلك الناس سعموا فزلزال الذين تبرعوا لإخوانهم، اللهم يا رب تقبل صدقاتهم، اللهم تقبل تبرعاتهم، اللهم يا رب جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات محو غفرانا. حاضرين جميعا الذين أتوا من قريبنا ومن بعيد، اللهم رد الجميع سالما غانما، اللهم رد الجميع سالما غانما. كذلك السادة الفقهاء نعتذر أن تقدمنا بينهم وأمام أيديهم، فليحملوا هذا على التعلم والتدرب، وإلا كما يقال لا يصدق فينا قول القائل من حاول ما ليس في طوقه عجب الناس من حمقه. تشفع يا رسول الله فيها، وما نرجو الشفاعة من سواك، لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، جود علينا أنت يا خير خلق الله قوما ضعافا ظله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.